وسهلا فيكم حبايبنا المشاهدين والأطفال في حلقة جديدة من برنامجكم الرائع والمتميز برنامج بيت الألوان. اليوم طبعا رح نحكي عن موضوع كتير مهم وكتير بفيد حياتنا وكتير إله معنى كبير في حياتنا، وهو يا سدرة عن الرياضة. طبعا شيء كتير مهم، والرياضة هي بتساعدنا انه ننمو بشكل صحيح، وبتساعدنا وبتساعد جسمنا انه يقوي العظام، وبتساعد طبعا من تخفيف السمنة. طبعا بعدين سدرة الرياضة مفيدة للخاصة اللي بعمر الصغار، يعني مفيدة لهم عشان لما يكبروا ما يواجهوا أول إشي السمنة، ثاني إشي أنت بتعرفي إنه عند كل إنسان وعند كل بني آدم في أعصاب، في عضلات، هاي العضلات بحاجة إنه إحنا نمرنها حتى تكون سليمة. ف يعني الأطفال خاصة يعني لازم يلعبوا زي ما بنشوف إنه في المدارس، يعني الله يعطيهم العافية عن جد، إنه هذا جهد كتير حلو إنه بيعملوا حصة رياضة في المدرسة، فهذا إشي حلو يعني بيساعد بحفز الأطفال على إنهم يلعبوا. صحيح، وطبعاً نحن لازم من نحن وصغار نلعب رياضة ونقوي أجسامنا مشان لما نكبر مثل ما قلتي ما نواجه صعوبات بحياتنا، لأنه ممكن يصير معنا أمراض، وغير الأمراض ممكن يصير معنا صعوبة بالحركة. وطبعاً نحن لازم إنه دائماً نثبت على أنفسنا، ولازم نتعود رياضة ونحن صغار، ونضل إنه نقوي عظامنا وعضلاتنا مشان نطلع شيء مهم حتى لو مو برياضة. طبعاً أكيد. بعدين في أطفال مثلاً خلنا نقول أو يعني بيكونوا بعمرك إنه سدرة إنه أنا لا بدي ماما أو بابا يدخلني نادي، إنه مش مستعد أني أنا أجي أعمل حصة إلي بالبيت وألعب. طبعاً هذا إشي ما بصير، إنه حتى لو بابا وماما ما قدروا يدخلوا نادي، الرياضة إشي مهم حتى لو بالبيت، يعني حتى لو خصصنا ساعة محددة إلنا بالبيت إنه نلعب فيها رياضة، هذا إشي كتير حلو. ما هي أصلاً حلاوة الرياضة إنه ممكن مو شرط يكون عندك أدوات تلعب فيها، مو شرط يكون عندك مثلا جهاز المشي او شيء ثاني، ممكن انت لحالك تلعبي رياضه، ممكن انه انت تساوي تمارين عاديه اللي بتتعلموها بالمدرسه. واذا كان اصلا ما في بالمدرسه رياضه، وتوقع هذا الشيء انه مو موجود، لا اكيد في، اذا ما كان موجود انه ممكن انه انت تفتحي على اليوتيوب، اليوتيوب كثير ساعدنا بهذا الزمان، تفتحي عليه على الجوجل بتدوري بتقولي حركات رياضية تساعد مثلا على تنمية العضلات بشكل صحيح، بتفوتي بتتعلمي بدون أدوات. يعني هي أكتر شيء حلو بالرياضة. وكمان شغلة تانية إنه الرياضة كتير عنصر مهم بحياة الإنسان، ولازم الواحد يتعلم من وقت الصغر. أكيد. بعدين في شغلة من وجهها إنه بحكي لك إنه البنات ما بدنا نلعب رياضة، الرياضة للأولاد. فعلا زي ما إحنا بنشوف إنه الأولاد هلا في هذا الزمن بمارسوا الرياضة أكتر من البنات، يعني زي ما بنشوف بيلعبوا طابة، بيلعبوا باسكتبول، هاي الشغلات بتلاقي هواية عند الأولاد أكتر من هواية عند البنات. صح، بس هذا الشيء إنه خاطئ، بالعكس الرياضة لازم تكون عند بنت والصبي أو الولد، يعني لازم يكون عندهم الاثنين توجه للرياضة، لأنه هي يعني مو بس هواية أو مو بس احتراف، يعني هي كلها عنصر مساعد لجسم الإنسان. يعني الرياضة كتير شيء مهم، ولازم الواحد يلعب رياضة إذا كان صبي ولا كان بنت. وممكن هلأ منلاقي إنه عند الصبيان مهتمين أكثر، بس صح، بس نحنا أصلاً ما منتفرج غير على الصبيان، يعني نحنا إذا منقلب على قنوات أخرى ممكن نلاقي رياضات للبنات، مثل في كرة قدم مثلاً للبنات، في كرة سلة، بس هذا الشيء خاص. بس إحنا ميولنا بتحسي لأشياء تانية مو للرياضة، صح ولا لا؟ يعني بتحسي إنه يعني بتحسي انا كمستوى شخصي بحس انه الرياضه يعني ممارسه التمارين الرياضيه بتحسي انه للاولاد اكثر من البنات. لا، بالنسبه لي انه رياضه انه مو شرط، يعني انه رياضه بس رياضه حركات، يعني ممكن مثل ما قلتي انت بشوي كره قدم، كره سله، يعني في رياضه مسليه. بقى انا بشوف انه هي للصبي وللبنت، وانا بالنسبه لي على المستوى أكيد الشخصي يعني بحب الرياضة، وبحب كتير كرة القدم وكرة السلة. لا أكيد، يعني أنا بحكي لك إنه المفروض يعني وإشي أساسي هذا إنه لازم البنت
والولد يلعبوا رياضة من مستوى صغير، يعني من أعمارهم صغيرة لازم يبلشوا يمارسوا الرياضة حتى يتعودوا عليها، لأنه إذا ما مارسوا الرياضة وما تعودوا عليها يعني زي ما بنشوف هلأ في كتير يعني ناس كبار بالعمر بيعانوا من 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 عضلات، من المفاصل، من ما بقدروا يمشوا، يعني في بتلاقي إنه عم بيمشي شوي صغيرة بتعبوا، فهذا الإشي ممكن إنه يكون تأثيره إنه عدم ممارسة الرياضة في وقت صغير. طيب نحن حطينا سؤال على السوشيال ميديا، شو رأيك نقرأ الأجوبة تبعته؟ شو رأيك نخليه بآخر الحلقة؟ أنا إذا بدك التحيات خليه لآخر الحلقة والأجوبة هلا، أنت اللي بدك يا. شو رأيك؟ أنا مشان الأطفال. لا مش مشكلة، أنا بقول خليه لآخر الحلقة حتى يدخلوا على صفحتنا، يعني كمان أنت نوهتينا بهاي الشغلة، إحنا حطينا سؤال على صفحتنا على الفيسبوك برنامج بيت الألوان، السؤال هو أهمية الرياضة في حياتنا، فيعني بنتمنى إنه تدخلوا وتجاوبون عليهم لأنه رح نقرأ تعليقاتكم. أنا بشوف كمان إنه كل طفل لازم يكون عنده إنه من الأهل لازم يشجعوه لشيء اسمه رياضة، يعني لازم يكون عنده دعم، لازم يدعموه مو شرط مادياً، معنوياً، إذا شافوا الطفل عنده أي شيء من يعني شيء من الرياضة، إنه بيعرف مثلا يقفز عالي، بيعرف إنه يلعب بالطابة كتير منيح، بشوف إنه لازم كتير إنه يدعموه، إنه فعلا هذا الشيء كتير حينفعه لما يصير كبير، وأنا بشوف إنه الرياضة هي أهم شيء اللي إحنا لازم نمارسه بالحياة. في كتير أطفال صدر عندهم مواهب رياضية كتير كبيرة، يعني بتلاقيهم أشطر من الكبار في هواية الرياضة، فعن جد يعني أنا بتمنى كتير إنه من كل الأهل اللي بيلاقوا خاصة الرياضة، يعني أنا ما بدي أحكي عن مواهب أخرى، أنا بدي أحكي عن موهبة الرياضة، يعني خصيصا إنه إذا بتلاقي عند ابنك أو بنتك موهبة رياضة لازم تمارسها وتدعم هاي الموهبة. صحيح، لأنه يعني الرياضة هي أهم شيء، وهي يعني غير إنه تقينا من الأمراض، يعني بتخلينا إن إحنا يكون عنا شيء ننبسط فيه، عنا شيء إنه مثلاً إنه نقول إنه والله أنا بعرف ألعب رياضة القدم، سباحة، وطبعاً النبي نوه كتير عن رياضة السباحة والرياضة الأخرى مثل السباحة والرماية وركوب الخيل، هدول النبي كتير نوه عليهم، ونحن لازم إنه نمشي على سنة نبينا. أكيد أكيد، السباحة وركوب الخيل يعني هدول عن جد إنه صدر إحنا بنتمنى كتير إنه الأهل يعودوا أولادهم على هاي الرياضة، ولأنه يعني بكفي إنه النبي هو أصلا النبي يعني عليه الصلاة والسلام هو اللي حكى عنها، هو اللي حكى لنا عنها، يعني من غير اتجاه إنه هواء يعني كهواية، اتجاه ديني وإسلامي، إنه سنة النبي إنه ركوب الخيل والرماية، بقى نحن لازم نلحق هذا الشيء. شو رأيك نصير نعمل أنا وياك ساعة كل يوم؟ أنا بالنسبة لي عندي، نحن عنا جهاز مشي بالبيت، عندي ساعة كل يوم وبلعب عليها. شوفي حتى يعني لو ما في جهاز في البيت أو مشي نقدر إحنا نعمل حركات في البيت، زي ما قلتي على اليوتيوب، يعني مواقع التواصل الاجتماعي ما خلت إشي خاصة اليوتيوب، ما فندخل على موقع التواصل الاجتماعي وعادي يعني نلعب. صحيح، يعني انه رياضة فعلا انه شيء كتير حلو، يعني الواحد بياخذ انه مثلا لما الواحد يصير معه السمنة لا سمح الله، بيجوا بيقولوا انه يا الله وانا بدي العب رياضة مشان كذا، بالعكس خدوها بشكل كتير حلو، بشكل انه هواية، بشكل انه انا انه عم بتدرب مشان مثلا يصير اسرع واحد، يعني يكون عندهم هدف، يعني الهدف كتير مهم، ولازم يكون الهدف مسلي وحلو يعني قبل اي اهداف، وهي اكيد بتساعد على اللياقة البدنية. طيب سدرة رح ناخد فاصل بس ونرجع لكم، خليكم لا تبعدوا. حبايبنا المشاهدين، من بعد هذا الفاصل طبعا هلأ معنا موهبتين رياضيين. مين؟ كيفك محمود؟ كيفك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. كيفك لينا؟ عطيها المايك. الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. طيب لينا يعني احكي لنا عن الرياضة اللي بتلعبيها، شو بتلعبي رياضة؟ أنا بلعب رياضة الدفاع عن النفس اللي هي تيكواندو، نستخدم فيها إجرينا عشان ندافع عن حال. طيب كيف دخلتي هاي اللعبة؟ أول إشي إحنا كنا مارين من النادي فحبيت. في قصة يعني، خلينا نسأل. فبعدين أول إشي نزلنا، ماما سجلت أخوي، بعدين سألتني إذا أنا حابة فحكيت بجرب وضليتني مكملة. طب محمود إيش الرياضة اللي بتلعبها؟ نفس الرياضة، هي رياضة الدفاع عن النفس، رياضة التايكوندو.
بلشت فيها من أنا عمري 4 سنين. كنت شو اسمه، كان إخواني الاثنين هم اللي بيلعبوا الرياضة، بعدين حبوا يعرفوني عليها فأنا بلشت. قد ايه كان عمرك؟ 4 سنين. 4 سنين يعني عمر كتير صغير، انه 4 سنين صح. وكنت تعرف تلعب؟ انه صدر يعني من انا صغير يعني، هسا الحمد لله يعني تحسنت. طب شو تأثيره على حياتكم انتو الاثنين؟ يعني شو عكسك بحياتكم؟ كتير يعني بتقوي الشخصية وبتساعد، حتى انه يعني الناس هيك بحسوا اشي غريب انه بنت اول اشي تلعب تيكواندو وهيك، بعدين انه هيك يعني حلو يعني واحد انه في اشي غريب بيسوي في حياته انه بلعب تيكواندو. طيب مين مين بتابعك بشجعك، يعني مين اللي بحفزك انه انت تستمري انه هيك؟ ماما وبابا واهلي كلهم يعني كلهم شجعوني، والكوتش محمد طبعا اول واحد شجعني ودربني، وحتى انا اجت فتره كنت اترك وهو بالعكس رجع شجعني وخلاني انه استمر. طبعا نوجه تحيه كبيره لكوتش محمد لانه كثير بتعب معكم، كثير بتعب معهم يعني كثير، وكوتش سيف كمان. طيب شو كان راي امك وابوك انت وياه بالرياضه، يعني شو يعني انبسطوا ولا تضايقوا ولا مو كانوا حابين الموضوع؟ طبعا انا في النسبه لي انه كثير انبسطوا انه ابعدوني مثلا عن يعني ابعد يعني كثير انه صارت شخصيتي اقوى طبعا، وابعدوني عن يعني مثلا الناس اللي بتلعب في الشوارع طبعا، ويعني منها بضيع وقت وبصير انه دفاع عن نفس، ما بخلي حدا طبعا يتعدى علي اكيد. طيب محمود بتاثر على دراستك؟ لا يعني بتلاقي بتلاحظ انه مستواك الاكاديمي نزل؟ بالعكس، لانه شو اسمه انت تحسن لما تلعب الرياضه بيشتغل المخ عندك اكثر، بتصير تفكر في الاشياء، بتصير تفكر فانه بتحسن في الدراسه. طب شو كان راي اهلك لما عندك انت بنت وبتلعبي هي الرياضه؟ بالعكس هم بالنسبة لهم انه بنت احسن من ولد، يعني الولد بيقدر يدافع عن نفسه بس البنت تحتاج بهذا المجتمع انها تدافع عن نفسها. زي ما قلتي هلا سدرة انه كمان مثل ما الولاد لهم رياضات خاصة والبنات لهم كمان رياضات خاصة. طيب بتحسوا انه صار عندكم شخصية قويت شخصيتكم؟ كتير بتبني بالشخصية التيكواندو وبتساعد، يعني واحد بصير كمان أكبر من عمره، يعني بصير يتعامل ويفكر أكتر. الناس بتحس أكيد يعني إنه يعني لما تسألك عن عمرك وأنت تجاوبها إنه عمرك مثلاً 10 سنين ما بتصدق، تقول أنت عمرك أكيد أكبر من يعني أكبر من هيك. أكيد. إيش معك حزام؟ أنا معي أسود 3 دان. ما شاء الله. ولينا؟ برضه 3 دان. 3 دان. طب شو على شيء؟ 7 دان. ان شاء الله بتوصلوا له. ان شاء الله بتوصلوا له. ناوي توصل له؟ طبعا. لينا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بتطلعوا بطولات وشو الانجازات اللي بتعملوها؟ شو عملتوا؟ انا لاعبه منتخب لعبت ان شاء الله، وقبل فتره طلعت بطوله الفجيره وجبت ذهبي. ما شاء الله. سمعت انه امبارح كان عندكم بطوله؟ انا جبت ذهبيه ولينا برضه جابت ذهبيه، طلعنا برضو على بطولة الفجيرة، لينا جابت ذهبية وأنا جبت برونزية، وبرضو بطولة امبارح أنا فزت الأولى 29-3 والثانية فزت 13-1. ما شاء الله. بس تعرفي ملاك، أنا بس بنوه الشغلة إنه يا ريت يكون في مدربة بهذا المجال. عن جد صح؟ يعني أنا كمان بنوه في الشغلية. صح. إنه في مثلاً بنات أو إنه مثلاً أهاليهم إنه مدربة أفضل من مدرب بيسجلون ذهبي. بالضبط. فأنا بالنسبة لي إنه بنوه إنه يكون في مدربة وأنا أول يعني من يسجل. يعني هاي التنويه من صدري، يعني لو سمحتوا بدنا مدربة للتيكواندو عشان تدرب البنات. تيكواندو والكاراتيه وهدول الرياضات. هو أكيد في مدربات تيكواندو. بس انه كثير قليل يعني يعني المدرب اكيد انه قصدي انه بتلاقي انه هاي الهواي او هاي رياضه اكثر للشباب انه اللي بدربوها. طيب بتتدرب بالبيت؟ طبعا اذا كان معي وقت طبعا بتدرب، يعني مو شرط بس بالنادي بالبيت يعني مثلا بتدرب. لو كان يوم جمعه ما يعني ما بحب اضل قاعد، يعني انه اخواني بودي شجوني يلا قوم اتدرب، بقعد اتحرك وبضرب يعني حركات. حلو. ولينا؟
برضه بتدرب يعني خلص لحالي اصلا لها اجري لحالي لحالك لحالي خلص يصير اتدرب اصلا يمكن وانت قاعده عم تحضري تلفزيون مع ماما وبابا بتلاقي بتعملي حركات وانت قاعده ولا لا لسه ما وصلت او بتعملي لهم حركات دايما عليهم ما بد عندك اخوان صغار عندي اخ اصغر منك اكيد ما بتلعبي فيه الا لا يعني هو مش كثير صغير فبجرب خلاص انا عندي اختي الصغيره جود بعطيك اياها تتدرب عليها انا بعرف انه هاي الرياضه انه الكاراتيه والتايكوندو هدول انه بس الدفاع عن النفس حتى انا بعرف انه الكوتش بينبه ما بعرف انه الكوتش تبعهم بس انه اي كوتش بينبه انه بس يلعبوها وقت ما يواجهوا صعوبات اما شيء ثاني لا انا هيك بعرف انه مؤذيه جدا بالضبط هلا هي الرياضه يعني زي ما حكوا انه دفاع عن النفس انه يعني بس وقت الحاجه انا لازم اعملها اما مو طالعه النازل اكيد يعني تيجي مثلا اخوي الصغير ولا اختي الصغيره اجي اجرب عليه تايكوندو لا انه فعلا ما بننصح نحن حدا ما بننصح حدا انه يجربها بالبيت لانه فعلا كثير مؤذيه يعني بس جربوها وقت ما يصير عندكم مشاكل بالشارع او بالقران الثاني محمود بتجرب على اولاد اختك اصلا ممنوع انه انت تتعدى على حدا وش اسمه اذا حدا تعدى عليك انت تقدر تدافع عن نفسك انه في حركات دفاع عن النفس في حركات انه لما تدافع انت تقدر تهاجمه يعني مو انه اي مو مكان انك انت تتعدى عليه بالضبط ممنوع تتعدى عليه في رياضه التايكوندو في كل رياضات الدفاع عن النفس في الحكم بيوقف يعني بيعمل طبعا اصلا في رياضه التايكوندو المناطق اللي مسموح تضرب عليها هي البطن والظهر والوجه بس انه عشان ما تاذي اللي قبالك طيب سافرتوا انا سمعت انه سافرتوا في سفره كانت جديد يعني هاي سافرتوا على دبي عملتوا بطوله على الامارات لينا جابت انجاز جابت ذهبيه في بطوله الفجيره وانا جبت برونزيه ان شاء الله لينا عندك انجازات يعني حلو يعني حلو يعني شيء حلو انه صح انه يلاقوا هوايه عندهم من هم صغار حتى لو لياقه بجسمهم فطوروها وصاروا عندهم انجازات مثلا زي لينا يعني مش يعني حلو الواحد ومحمود. كمان انه يبلش بهوايه يصير عنده احتراف وبعدين يصير عنده انجازات يعني هيك بصير انه لما يكبر الواحد بيتذكر بيقول انه لما ساويت كذا يعني بصير عنده انجازات فينه يحكي للناس او حتى يتذكرها مع حاله ممكن. محمود فرجينا كم حركه هيك يعني يوم فرجينا يعني اعطينا هاي الحركات بالضبط البسيطه طبعا في حركات اساسيه اللي هي السناب كيك اللي هي حركه السناب كيك في حركه التيرن كيك في حركه الرايزنج كيك هذول اهم ثلاث حركات في التايكوندو انت بتبلش فيهم من الحزام الابيض ولا انت حزام اسود طبعا ان شاء الله يعني عن جد انجاز كثير عظيم وانجاز كثير حلو انه مارستوا هاي الهوايه طب بتفكروا انه تطوروها يعني مثلا محمود انت حابب تصير مدرب زي اخوانك انا طبعا انا حتى يعني انا بفكر ان شاء الله لما اكبر افوت بتخصص الرياضه حتى يعني تساعدني في المجالات حتى مش بس التايكوندو في كل المجالات حتى السباحه كره القدم كل الرياضه وانا يعني بشجع الناس اللي ما بتلعب تايكوندو انها تفوت اي مركز مثلا قريب عليها عند البيت يعني زي هيك وتمارس اللياقه وهوايتها صحيح طبعًا. اكيد يعني هي محمود بوجه رساله لكل الاطفال اللي بعمره انه يمارسوا هاي الهوايه لانه هي كثير حلوه طبعا ان شاء الله يا رب ان شاء الله نتمنى منهم كلهم انه يمارسوا هاي الرياضه لينا شو بتحبي تحكي لكل اللي عم بشوفوكي هلا بحب احكي لهم انه يعني يمارسوا الرياضه شو ما كانت لانه الرياضه شيء كثير منيح للجسم وللعقل وبتفيد للمستقبل وبتفيد هسه وخاصه رياضات الدفاع عن النفس وخاصه للبنات ما في شيء كل شيء مسموح للاولاد هو مسموح للبنات طبعا اكيد وبقدروا يلعبوا رياضه وحتى لو ما بقدروا مثلا يروحوا نادي ممكن بالبيت يمارسوها زي ما قلنا صح يعني نوهتينا على شغله لينا انه زي ما قلنا انه حتى لو ما في نادي حتى لو ما قدرت انا اني اسجل نادي او اروح على اي مكان بالبيت ممكن في البيت زي ما حكينا
يعني حتى انه قبل شوي قلنا انه مو شرط يكون عندنا ادوات، حتى بالبيت عاديه يفتح على اليوتيوب مثل ما انت قلتي قبل شوي انه اليوتيوب انه حاطط كل شيء، انه الحمد لله مساعدنا بكثير شغلات انه يفتح اليوتيوب ويتعلم. وانا حبيت شغله اتلينا انه كل شيء انه كل شيء بيسووه البنات فينه يسووه الصبيان، وكل شيء او الاولاد كل شيء بيسووه الصبيان او الاولاد فينه يسووه البنات. يعني لازم يكون انه كل شيء مساواه، ولازم يعني كل واحد بيعرف شو لازم يساوي بهالحياه، ولازم الرياضه تكون هي عنصر اساسي بحياه كل واحد فينا. اكيد اكيد. طيب محمود بنشكرك كثير على تواجدك معنا اليوم. بنشكر لينا كمان. بنشكر لينا كمان، بنشكرك كثير، وعن جد بنتمنى لكم. طبعا انا راح اصير احكي لهم، احكي للناس اخباركم، لانه اكيد هلا هم تشوقوا انه يعرفوا انه انتم شو راح يصير معكم. فانا بوعدكم انه ان شاء الله هنقول لكم اخبار لينا ومحمود في الحلقات القادمه. خلص خلي الناس يتابعوا صفحتنا على برنامج بيت الالوان على الفيسبوك، ونقول لهم اخبار لينا ومحمود، وكمان اخبار آية الطريرة اللي اجت معنا بالحلقه الاولى. اكيد. وهي الصفحه طلعت على الشاشه، خلينا نشوفها. يعني بنرجع نحكي كمان اي اهل بلاقوا انه عند اولادهم موهبه او سواء اولادهم سواء اولاد غيرهم، هي صفحتنا موجوده على الفيسبوك، تقدروا تبعتوا لنا الفيديو والارقام. طيب شكرا لينا، شكرا محمود لتواجدكم معنا. حبيبنا الحلوين خلينا نسمع ونشوده عن الرياضه وبنرجع لكم. ورجعنا لكم اطفالنا الحلوين بعد الفيديو الحلو اللي شفتوه، ان شاء الله يكون عجبكم. طبعا ملاك كثير انبسطنا بضيوفنا اليوم. أكيد. لينا ومحمود، ومنشجع كل اهل، ومنشجع طبعا كل اهل انه يدعموا المواهب تبع اطفاله. اكيد. يعني صدر عن جد بنشكرهم كثير، بنشكرهم لينا ومحمود، لانه يعني انبسطنا اول شيء. ثاني شيء لينا سوري لينا قال صدرة، يعني بتنصدمي انه اطفال بهذا العمر بتلاقي عندهم مواهب كثير حلوه، حزام اسود وواحد دان. وطبعا انا ما بفهم فيهم، بس من اللي سمعته واحد دان واثنين دان وفي ولا شيء تسع دان. طبعا احنا استفدنا صراحه، يعني معلومات استثنائيه من خبرتهم. صحيح صراحه انبسطنا كثير معهم، كثير طبعا. فعلا يعني كانوا موهوبين، ومثل ما حكينا قبل شوي انا وياكي انه كل واحد كل اهل انه بيدعموا اطفالهم واطفالهم عندهم موهبه يبعثوا لنا من خلال صفحتنا على الرسائل الارقام انه نتواصل معهم، او حتى مو الرقم يبعثوا لنا الفيديو ونشوف الموهبه. طيب صدرة، يعني احنا زي ما حكينا في كل حلقة ان شاء الله رح نحكي عن لون معين. هو اصل برنامج اسمه بيت الالوان. بالضبط. فانا اليوم احنا حبينا نحكي عن اللون الاخضر، بما انه له خاص بالرياضة. يعني صحيح. زي ما بنعرف انه كل الاشياء المفيدة الخاصة في الاكل بتلاقي انه لونها اخضر، وحتى الاخضر مثلا مكان الرياضة بيكون اشبه بهدول الالوان، اصفر اخضر ابيض. أكيد. يعني لون كثير مريح. فشو رايك تبلش في اول فائده من فوائد اللون الاخضر؟ طبعا اللون الاخضر كثير بيريح البصر، هو كثير يريح البصر، يعني لما تطلع عليه بتحسي براحه نفسيه. وطبعا يعبر عن الصحه مثل ما قلتي قبل شوي، انه كل الاكلات الصحيه بتكون لون اخضر، مثل الفواكه، الخس، الخيار والخضروات. وطبعا طريقه استخدامه كثير كثيره، ونحن حابين نحكي عن تنتين. انا حبيت احكي انه بنستخدمه بحديقه منزليه، يعني انتم بتشوفوا كل واحد عنده حديقه منزليه بيكون عنده، لازم يكون موجود الشيء اسمه لون الاخضر، ممكن بالعشب، ممكن حتى بالتزيين. أكيد. الحديقة خاصة صدرة هلأ في، عشان إحنا هلأ جايين على فصل صيف. صحيح. بتلاقي إنه الناس بدهنوا البيت، خاصة غرفة المعيشة اللي هي الغرفة اللي بعدوا فيها، بدهنوا واجهة لون أخضر. صح. أو زي ما قلتي الحديقة إنه تزيين جدران أخضر. الحديقة أخضر بتعطي راحة وبتعطي هيك تفاؤل وأمل في الحياة، خاصة بفصل الصيف. طيب كمان اللون الأخضر بيعطينا ثقة. فعلا صح. خلينا نحكي على مستوى انه احنا عم نلعب لعبه، لما نفوز بهاي اللعبه بيطلع لنا اشاره صح لونه اخضر. صحيح.
على بيعطي كثير ثقة بالضبط. بالنفس، يعني لما انه انت يكون يعني اغلب الناس اللي بيحبوا اللون الاخضر بيكون عندهم ثقة عالية بالنفس. أكيد أكيد. وكمان بيعطينا إنه بيخبرنا كي نتحرك، يعني زي ما نشوف مثلا بنكون واقفين على الإشارة، إيش اللون اللي بيخلينا نتحرك؟ هو اللون الأخضر، يعني هو بيرمز للتحرك، الحركة. ما هو نفس الرياضة بيرمز للحركة ولشيء اسمه حيوية. اكيد مضبوط. وزي ما قلنا كمان انه هلا فصل الصيف، استخداماته بفصل الصيف انه بتلاقيه بفصل الصيف اكثر، لانه لون الطبيعه. صح. يعني عن جد على مستوى شخصي، يعني اكيد مو بس انا، اكيد كل الناس عم بيشاهدونا، انه هيك الواحد بحب الطبيعه، بحب لونها. يعني انا احكي لكم، انا لما اروح على الجامعه، طريق جامعتي بانها بالسلط، طريق الجامعة كلها صح خضار. وأنا زرت مرة صلت فعلا كلها خضار، يعني بالضبط. أي منطقة بالأردن كتير حلوة، فبتلاقيني وأنا قاعدة في الباص بضل أطلع يمين ويمين وشمال. صحيح. والأخضر كتير حلو، هذا اللون كتير حلو بالصيف والربيع، وخصيصا يعني ممكن الربيع أكثر من الصيف، متواجد جدا بفصل الربيع، العشب وأغصان الشجرة وأغصان عفوا الورود، يعني فعلا كتير حلو. يعني عن جد بتتعجبي من 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 جمال. قدرة الخالق طبعاً. يعني على طبعاً. على هيك سبحان الله، على هيك يعني جمال منظر، يعني سبحان الله عن جد. يعني كل شيء لازم نشوفه، لازم نتفكر فيه، واكيد ما ننسى ذكر الله ونقول سبحان الله، انه يعني لازم كل شيء نفكر فيه. هو مجرد اصلا تفكر بالشيء اللي صنعه الله بيعطينا حسنات بميزاننا. بالضبط. وهي المعلومه انا كثير حبيتها، وانه فعلا صرت كل ما اطلع حوالي اتفكر بالشغلات اللي خلقها الله. بعدين سندرا، يعني هلا اللي بيمارسوا الرياضه، انه يعني مثلا زي محمود ولينا بيمارسوا الرياضه، بتلاقي انه اكلهم اخضر اكثر، يعني بيتوجهوا للسبانخ، للخيار. صحيح. والخس كمان. والخس كمان، والله زاكي الخس. انا بحبه. وانا بحبه. فبتلاقيهم بتوجهوا للاشياء الخضراء اكثر من الاشياء اللي فيها دهون، يعني اللي بيلعبوا رياضه. صحيح. وبيمارسوا الرياضه. طيب سندرا، شو رايك نسمع هاي الانشوده عن الرياضه؟ طيب. اعزائي المشاهدين، خلينا نسمع انشوده عن الرياضه وبنرجع لكم. ورجعنا لكم حبايبنا المشاهدين من بعد هاي الانشوده الرائعه اللي بتحكي عن الرياضه. طبعا من بعد هاي الانشوده سندرا، يعني زي ما حكينا، يعني او احنا يمكن ما حكينا للجمهور، انه احنا ان شاء الله في كل يوم سبت راح يكون عندنا تجربه، وهي نفسها اعاده تدوير ان شاء الله. راح نستخدم اشياء بسيطه عندنا في المنزل بس نقدر نستفيد منها لشيء ثاني. فاليوم نبلش؟ يلا، شو رايك؟ فاليوم عندنا صابون، وعندنا مي، وعندنا كلسات احنا يعني ما بنستعملهم، وقنينة مي يعني احنا قصيناها في البيت. فشو رايك؟ يلا نجرب. راح نلبس القنينة. هيك صحيح. وفينكم كمان تصوصوا الزيت، فينكم تخلوه انه ما في مشاكل. لا صح، مش ما في مشاكل. لبسنا حسب الكلسات في قنينه المي اللي قصناها واخذنا الجزء العلوي منها. هلا راح نحط صابون عادي، اي صابون من البيت راح نحطه في المي، وبعدين نبلش نحرك. يلا حرك سدر. كنا عم تطبخي طبخه صح؟ بيكفي ولا لازم نخلي لحتى؟ لا خلاص مش مشكلة. يلا سندرا جربي لهم، تحطي هاي وتنفخي فيها نشوف شو بيطلع. نشوف شو بيطلع، بدها تحطها وتنفخ فيها ونشوف شو راح يطلع. أحلى شيء نتطرش. لا إن شاء الله، بس حاولي انفخي جوا ال، يلا انفخي منه. وطلع يعني اشي، يعني هيك ممكن تكون مثل تسلية وبنفس الوقت فائدة. يعني حنان هذيك المرة سدرة لعبتها
في الشمس، فلما نفخت هيك اجى ضوء الشمس على. صح، طلعي منظر حلو. يعني هي بنفس الوقت التدوير ممكن يكون تسلية، غير انه يكون بس بدك تخلصي من الشغلة او ترجعي تاخديها. اكيد اكيد، اه صح مزبوط. يعني صراحة حلوة كتير هاي التجربة، ويعني فينا الواحد يعملها بالبيت بسهولة كتير، المهم انه يعملها بمكان انه ما يتوسخ ويوقع على الارض مشان يعني الام. يعني ساحة مثلا برا، مش اللي عنده ساحة او بلكونة يطلع عليها. مثل ما اخذنا هذيك المرة بكيف تتعامل مع امك وابوك، انه طبعا انه ما توسخوا البيت لماما لانه بتتعب وهي عم تطبخ. اكيد اكيد اكيد. ولما في كمان شغلة انه لما نيجي نمسك القنينة ونقصها لازم حدا كبير يساعدنا. صحيح. فيها مو احنا لحالنا بالضبط، لانه يعني حلوه الصراحه كثير. اكيد اكيد. شو رايك ملاك نقرا سؤال البرنامج اللي كتبناه على صفحتنا سوشيال ميديا؟ يلا. السؤال كان: ما اهميه الرياضه لجسم الانسان؟ يلا شو رايك انت تبلشي تقري؟ هبه بتحكي لنا انه تمنع الامراض وتقوي القلب وانخفاض خطر الاصابه بامراض القلب وتحسين الدهون في الدم والوقايه من التعرض للسكته الدماغيه وتحسين حساسيه الانسولين. صحيح، شكرا لك كثير يا هبه، صراحه جواب حلو. ومنى محمد بتقلنا انه تنشيط الدوره الدمويه وتقويه جهاز المناعه وايضا تقي من الامراض وتحافظ على اللياقه وعلى لياقه الجسم. صراحه جوابها كثير حلو. شكرا لك منى، لانه عن جد يعني جواب. وطبعا كل مين عم يجاوب معنا بنوجه له اكبر تحيه. بعدين اسمعي بتحسي انه في ذكاء يعني في الاجوبه. صحيح. فعن جد شكرا شكرا كثير لكم. طيب تالا محمد بتقولنا انه بتنشط الدوره الدمويه وبتقلل من الاصابه بالامراض وتعمل على لياقه الجسم وتقويته وتغطي وتعطي الرشاقه والحيويه للجسم وتتخلص من الدهون. شكرا لك تالا، جوابك صحيح. صحيح. وبدريه العزاويه بتقلنا، وانا بوجه لها كثير تحيه كبيره، وبقول لها وهي بتقلنا: تقوي الجسم ويمنح الانسان الصحه ويعطي لياقه جسديه، وما في احلى من الجسم السليم. صحيح كثير. ويعني شكرا لكل مين عم يتواصل معنا عن طريق الفيسبوك. أكيد. ونحن بنعتذر للي ما بنقرا له اسئلته، بس فعلا نحن بنحاول انه نختصر الاسئله. فنشكركم كلكم، نشكركم لتواصلكم معنا على الفيسبوك. واكيد احنا سدرا كل حلقه ان شاء الله راح ننزل قبل بيوم او قبل بيومين سؤال لموضوع الحلقه وناخذ منكم اجوبه. صحيح. وانا بس حابه اقول شغله، انه انا بوجه تحيه كثير كبيره لخوله الجزائريه وبدريه العزاويه اللي قبل شوي وجهت تحيه. ولو انا وملاك بنحب نوجه لها تحيه للرميصاء، وشكرا لكم كثير اللي عم تواصل معنا، وفعلا اجوبتكم حلوه. ونحن بنعتذر كثير لانه هذيك الحلقه ما قرينا اجوبه كيف التعامل مع، بس فعلا الوقت سرقنا معهم. كانت كثير حلقه حلوه وكانت بدايه موفقه معنا نحن واللي كان عم يتابعنا. وطبعا نشكر كل مين عم يتابعنا. أكيد. من اي بلد وخصيصا من العراق الحبيبه. طبعا يعني انا زي ما انا شايفه هون انه كثير في تفاعل. صحيح. معنا، فعن جد يعني كثير تفاعلهم حلو، عن جد بنشكرهم كثير. وخاصه يعني انه انا كثير بنبسط لما الاقي لموضوع مهم زي الرياضه ناس بتتفاعل معك وبتجاوبك وبتعطيك ارائها، وارائها بتكون عن جد في محلها. فعلا هو الموضوع اصلا مثل ما قلنا بشوي انا وياكي، هو موضوع اصلا حلو، وموضوع حلو كهوايه اكثر منه حلو انه بده لازم شغله بده يطلع عضلات او كذا، انه حلو كهوايه انه الواحد يلعب رياضه. وطبعا يعني اجوبتكم حلوه كثير، ويعني فتفاعلكم معنا صراحه يعني كثير حلو. ونحن احيانا يعني ما بنلحق نجاوب على الرسائل. أكيد. او ما بنلحق نجاوب على التعليق على التعليقات، بس طبعا شكرا لكم لكل مين عم يتواصل معنا، فعلا نحن بنحبكم كثير. اكيد. ويعني وعن جد يعني كل الشكر مني ومن سدرة ومن الضيوف اللي كانوا عندنا اليوم. بنشكركم كثير، بنشكركم على متابعتكم إلنا، على دعمكم سدرة إلنا. يعني ما الصراحة ما بنعرف كيف بيسرقنا الوقت معكم، والله إنه يعني ما بنحس في الوقت. يعني بالنسبة لي أنا ما بحس بالوقت، وخصيصا هذيك الحلقة يعني ما بلشنا نحكي بالموضوع خلصت الحلقة. أكيد. يعني فعلا انبسطنا يعني، واحنا هلا صار وقت انه نختم. ف
فبتمنى انه انتم تكونوا انبسطتوا معنا واستمتعتوا معنا في الحلقه واستفدتوا، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.